أثارت حالة شبكة الطرقات أين عرفت صعوبة وانقطاع حركة المرور عبر 40 طريق وطني و65 طريق ولائي. هذه الطرق موزعة على 17 ولاية بوسط وشرق البلاد، خاصة المناطق الواقعة على ارتفاع أزيد من 800 متر. الولايات الأكثر تضررا هي البويرة، تيزي وزو، المسيلة، جلفة، سكيكدة، البليدة، تيسمسيل، تبجايا، قسنطينة، جيجل، باتنا، سطيف، ميلا، سوق هراس، قالما، برج بوريج، والمدية. أما الطرق الوطنية الأكثر تضررا هي رقم 12، 15، 30، 33 العابرة لأقاليم ولاية البويرة، تيزي وزو، وبجاية، والطرق الوطنية رقم 77 و77 ألف و105 العابرة لأقاليم جيجل، ميلا، وسطيف. سجلت وحدات البنك الوطني 26 حادث مرور، أسفرت هذه الحوادث للأسف عن وفاة 7 أشخاص رحمهم الله وإصابة 28 شخص آخر بجروح متفاوتة الخطورة. الولايات التي سجل بها أكبر عدد من هذه الحوادث هي الجزائر العاصمة 3 حوادث، عين الدفلة، بسكرة، ميلا، وبشار بحادثين لكل ولاية. فيما يخص الأسباب المؤدية لهذه الحوادث يبقى العامل البشري هو المتسبب الرئيسي فيها، حيث تسبب السواق في 22 حادث، المرأة في 3 حوادث، المحيط في حادثين، وأخيرا حالة المركبة في حادث واحد.